السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا الكرام. بسم الله وتوكلت على الله. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم تنجال معمر بالفلفلة والبصلة، وواحد الطريقة زوينة كتجي غزالة وكتجي لذيذة، والتنجال كيتنكل بهالطريقة كيجي غزال. أنا غتبقاو معايا ندوزو الطريقة والمقادير. المهم هنا عندي جوج بصلات كبار غنشلطهم، هاهما هادو. عندي جوج فلفلات خضر وعندي جوج حمر. غنبدا بهادو هما الاولى وعاد نرجعو للباقي. بسم الله. هانتوما يا انا قطعت هاد الفلافل رقيقه وقطعت البصله والبصلات، درت واحد راس الثومه صغير مسوح ولا دقوه. هنا صوبت الثومه، نضيف واحد نص كاس الزيت، زيت بلديه، ندير معاها واحد الكاس الماء. هذه غنسد عليها ونردها طيب حتى تقرب طيب، وعاد نزيدو لها الربيع، لان ما كنبغيش نديرو الربيع في الاول باش يبقى عاطي ديك اللون ديالو يبقى زوين، وحتى العطريه تقرب طيب عاد غنضيف عليها التوابل. انا غنوريكم شنو غنديروا لها. هاهي دي البصله والفلفله ديالنا كتشحر، دابا غنزيدوها التحميره الفول الاحمر. غنزيد غير شويه ديال الخرقوم، الابزار، سكينجبير، القزبر يابس والكمون، هادو بزايد، معلقه صغيره عامره. هادو نزيد واحد نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الفلفل اللي كنصاوبو. نزيدو شويه ديال الملح، نخلطو مزيان. هادي اللي بغى يزيدها الكفته في هاد اللحظه هادي كيرمي الكفته، انا كنكتفي غير باللي كاين عندي في الدار. الكفته كتجي معاها غزاله غزاله. دابا غنضيف الربيع. رانا درت واحد ورقه ديال سيدنا موسى حطيتها لكم تقدر درتها هنا، وراه دايره وحده اخرى دايرها في لاصوص. هادي هي الحشوه ديالنا، كتجي غزاله واحد الريحه طالعه فيها، وعاد الى ضفتو لها الكفته عاوتاني شي حاجه وحده اخرى كتجي بنينه. الكفته كتعطي واحد اللذه. هي دي واجده، نخليها شويه نطفي عليها الزيت حتى الماء ما بقاش فيها. هانتوما كتشوفو الشتات والبصله طاجت كلشي طاج. هما هنا خدينا الدنجال ديالنا قسمتها على جوج، هكذا نتوما كتشوفو كلها قسمتها على جوج. غنجيو نحطوها هكذايا، حيدنا لها هاد الراس الفوقاني، وغنضربو بالموس ما نوصلوش حتى لتحت، نخليوها متلصقه من هنايا هكذا. ضربو غير بشويه ملي تكونوا هابطين، حبسوا باش ما توصلوا باش ما تقسم لكمش، وتا ما تقسمات ما ماشي مشكل، غير باش يبقى الشكل زوين وصافي. تقدر الاولى راه يفلت لكم الموس، ولكن بعد راه كتحكموا فيه. هانتوما بهذا الشكل هذا. انا نصاوبهم كلهم هكذا، الحشوه ديالنا راها وجدات. دابا بقى لنا غير مطيش، رانا حكيتها هي دي عندي لاصوص مطيش حكيتها. نزيدو غير بعض التوابل وندخلوها ان شاء الله الفران. كتجي غزاله، قلت لكم عاد اللي بغى يديرها بالكفته راه كتجي روعه. بالكفته راه كتبدل المذاق ديال الدنجال في مره. هذا كيجي واحد الشكيل هكذا زوين، و الانسان ينوع الدنجال. دابا هذا هو وقتها ينوع، كل مره يديرها بشكل. الا درتو بحال دابا الكفته مع هاد الناس اللي كتبغي الكفته مع هاد الحشوه اللي طيبنا،
غتسالي منين طيب لكم لاطا ديالكم جبدوه من الفراغ، رشوها بالفرماج، كان جبن منزلي احسن. ايوا ما كانش اللي كيبغي الفرماج الاحمر يديرو، هذا غير التزيين. انا نكمل ورجع معاكم. هانتوما غناخدو دابا هاد الدنجال ديالنا وغنهزو بالمعلقة وغنعمرو هاد اللي جرحناهم اللي حليناهم، غنعمرو ديك الحلات هاد لاصوص. نوريكم كيفاش هانتوما كتستعاونو بيد. عاد ناخذ وحده اخرى داك تحل نبدا وحده بوحده كتعمروا نتوما هنا. واخا طيح لكم ماشي مشكل، لان راه حنا غنديروا ديك الشي مع الشرم ولا غيطيب. هكذا كتحلو بيديكم وتهزو وتعمرو بالمعلقة اللي هزات لكم. ثمايا شوفو الشكل ديالها كيف كيجي عمرها. ثم الدنجال ديالنا هي ديال المعمره كيجي هاد الشكل ديالها زوين، وحطو وحده حدا وحده هكذايا. انا نكمل ونرجع معاكم. ها هي دي الدنجال ديالنا، شوفوا على نقرب لكم باش تشوفوا الشكل اللي جا فيها. واحد الشكل جاي زويون، كتجي هانتوما كتجي واحد الشكل بومبي. هانتوما نهزها لكم باش تشوفوها. هانتوما تجي هكذايا. واحد المزيوده انا حطيتها غير من الفوق. عندنا هنايا هاد لاصوص ديال مطيشه، هاد لاصوص مطيشه هي مطيشه حكيتها وريقه ديال سيدنا موسى. عندي هنايا قصبور يابس والكمون، عندي الملحه ديك ما تبقى من الخرقوم غير شويه، الفلفل الاحمر، شويه ديال الابزار. هادو نخلطهم نزيدهم الزيت البلديه. نزيدهم نضيف لهم الزيت البلديه. نزيدو لهم مطيشة اللي كنصاوبو ديال الدار، واحد معلقة كبيرة. نخلط هادشي كلو هكدايا. هانتوما
نضيف واحد قطره ديال الخل على العصير الحامض، نزيد عفش هانتوما واحد الحامضه، ولا كانت كبيره غير نص. عطاتني هاد المغرفه الصغيره. هاد لاصوص غنخويوها هكذايا في الجناب ديال هاد، هي هاد لاصوص غتدخل تحت هذيك الدنجالات، لان راه هانتوما جايه خاويه من الوسط، بحيت عمرات ولات بحال شكل ديال بومبي. اللي بغى يدير الحار وعندو الهريسه يديرها ديال الهريسه ديال الدار، ولا يدير السوداني. دابا غندخلوها الفران، الفران راه سخون، ندخلوها ليه. ها هو دا الطبق ديالنا وجد. هانتوما كتشوفوا الدنجال، شوفوا كيف جات على هذه الطريقه. هانتوما شوفوا شحال جايه زوينه، هانتوما راه طابت. انا غنهز وحده ولا صوصه هي طابت، هانتوما كتشوفوا نشفات. غنهز وحده ونوريها لكم. هانتوما هانتوما كيف كتجي، راه كتجي زوينه كلها طايبه عامره من الوسط. هانتوما كتشوفوا، وبالصحه والراحه، ونتمنى لاعجابكم، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونتمنى اللي مازال ما التحقوا بينا يدخلوا القناه ويضغطوا على الابوني ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد ان شاء الله. ونتمنى تنال اعجابكم هذه الوصفه هذه.